هذه اللوحات والتماثيل التي استوحاها أصحابها من عظمة أجدادهم الفراعنة تقف هنا اليوم في أتيليه العرب للثقافة والفنون بالقاهرة تتنافس لحجز مكانا لها في أعظم متاحف مصر، فالأعمال الفائزة سوف يتم إهداؤها إلى المتحف القومي للحضارة والمتحف المصري الكبير. دافع كويس جدا إن لتحقيق تيمة مصرية أصيلة لدى الفنانين، لأن أما بعمل عمل بهذا الحجم في هذا المكان وهذا العدد الضخم جدا من الفنانين، إن أنا أوجههم توجيه إن التيمة المصرية، ده إحساس كبير جدا جدا. الحافز ده جاء عليا إن أنا يعني إيه عايزة أخلص بسرعة، ما ينفعش أفوت إيفنت زي ده. أكيد كان في ضغط في العمل لأن العمل كبير، الصنفرة بقى والشغل وكده، بس اداني لأ حافز قوي جدا، خصوصا كمان إن التمثال كان المفروض يتصب غير كده مفرغ، صبيته مصمت 20 كيلو علشان أشارك النهارده. يتسابق أكثر من 150 فنانا على جوائز المسابقة، حيث اختارتهم لجنة الفرز من بين 800 فنان تقدموا للمسابقة في مجالات التصوير والرسم والنحت والجرافيك والخزف. المعرض هو عودة للروح المصرية القديمة وتأكيد للهوية المصرية. الفنان المصري لابد أن يتشابك ويتفاعل مع بيئته المحلية والبيئته التراثية، مستخرجا منها رموزه ومفرداته التشكيلية. المسابقة تنظمها المؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، ويصل مجموع جوائزها إلى 700,000 جنيه مصري. الفن بنكهة فرعونية، تظاهرة فنية يستوحيها الأبناء من روح أجدادهم، تحمل ملامح الحضارة التي لم تتوقف عن إبهار العالم منذ آلاف السنين وحتى اليوم. مين حبيب، قناة الغد، القاهرة.